فيلمنا بيبدأ في مدينة نيكولاي في روسيا مع تشاك سنة 1995، وهو شخص مسؤول عن كشف الأخطاء وحلها في شركة فيديكس الدولية لخدمات الشحن السريع، وبيكون موجود في مخزن من مخازن الشركة وبيحل مشكلة التوصيل اللي بيتأخر على العملاء، وبيتصل بكيلي مراته عشان يطمن عليها وبيقول لها انه قريب هيكون عندها، وبيقابل ستان صديقه وبيعرف منه ان مراته مريضة بالكانسر وبيقول له انه هيديله رقم دكتور كويس هيقدر انه يعالجها، وبتتحرك الطيارة بكل الطرود اللي فيها وبيوصلوا منفذ بسلام، وبيتصل بمراته ما بتردش فبيروح لها على شغلها وبيتقابل وبيرجع معها على البيت، وبيجي يوم الكريسماس وبتتجمع كل العيلة سوا، لكن بيجي له رسالة لرحلة طيران طارئة وبيقعد مع مراته عشان يعيد جدول مواعيده، وبتقوله ان اهم حاجه يكون معاها في السنه الجديده، وبتوصله للمطار وبتديله ساعه هديه فيها صورتها، وبتقوله انها كانت خاصه بجدها، وهو بيديها علبه مغلفه وبيقول لها انها تفتحها في البيت او في السنه الجديده اما يكون معاها، وبيودعها وبيتحرك على طياره البضائع وبتعدي من فوق المحيط الهادي وبتتعرض لمطبات هوائيه بسيطه وبيدخل الحمام عشان يغسل وشه، وفجاه بتتعرض الطياره لمطبات قويه بينتج عنها انفجار المحرك بتاعها، وبيحاول الطيار المساعد على قد ما يقدر انه يساعد تشاك وبيديله جهاز التنفس الصناعي، وبتفضل الطياره تقع بسرعه شديده وبيلاقي ان الساعه بتاعت مراته وقعت قدامه، وبيحاول انه يوصلها قبل ما يلبس ستره النجاه، وبيشوف تشاك قدامه مساعد الطيار وهو واقع في الارض بسبب خبطه جامده في راسه، وبيشوف من شباك الطياره ان البحر بيقرب بسرعه وبتتدمر الطياره في المحيط الهادي وبتغرق الطياره بكل اللي فيها، وبيفضل تشاك في المركب الهوائي في نص البحر وسط العاصفه اللي كانت السبب في تدمير الطياره، وبيفضل قاعد في المركب بتاعه لحد ما بيخبط المركب بتاعه في صخر، وبيبص بيلاقي انه وصل لجزيره مهجوره في وسط البحر، وبيوصل الشط وبيفضل نايم في المركب لحد ما النهار بيطلع، وبيشوف جهاز الرسائل بتاعه وبيلاقي بايظ هو والساعه بتاعت مراته، وبيلاقي ان في على شماله طردين من الطياره موجودين على الشط، وبيفضل يتمشى في الجزيره يمكن يلاقي حد، وبيحفر في الرمله كلمه هيلب او المساعده يمكن اي حد يشوفه ويجي ينقذه، وبيجي عليه الليل وبيتخيل انه سمع صوت حاجه وراه، وبيفضل ماسك الخشبه لحد ما بتروح عليه نومه، وبيجي تاني يوم بيلاقي ان منسوب الميه بقى اعلى وغطت ولغت نص الكلمه اللي كان كاتبها، وبيحاول انه يكتب كلمه المساعده بالشجر عشان تبقى اوضح لاي طياره تعدي من فوقه، وبيفضل يلم الطرود اللي بيلاقيها على الشط، وبيلاقي جوز هند وقع عليه وبيفضل يحاول انه يفتحها او يكسرها لحد ما بينجح انه يفتح واحده ويشرب اللي فيها، وبيكمل تمشيه في الجزيره وبيخترع له حاجه يلبسها في رجله عشان ما تتجرحش من كتر التمشيه، وبيحاول تشاك انه يوصل لاعلى نقطه في الجزيره وبيلاقي جثه الطيار بتاع طيارته، وبيقرر انه يسحبه للجزيره ويدفنه ويستفاد بجزمته وبيلاقي كشاف معاه، وبيبدا تشاك انه يتاقلم على حياته في الجزيره، وبيحاول انه يجمع ميه المطر في جوز الهند وانه يصطاد السمك من البحر عشان يقدر ياكل، وبيشوف في نص الليل ضوء سفينه بعيده وبيحاول انه ينده لها وانه ينور لها بالكشاف بتاعه لحد ما بيجي الصبح، وبيقرر انه ياخد المركب بتاعه ويتحرك عليها، لكن موج البحر بيمنعه انه يكمل طريقه وبيفضل يرجعه للشط من تاني لحد ما موجه كبيره بتقلب المركب وبتنزله على اعشاب في البحر بتقطع المركب جرحه في رجله، وبيضطر انه يرجع من تاني للجزيره وبتشد عليه العاصفه تاني، وبيستخبى في كهف في الجبل وبيشغل الكشاف بتاعه وبيلاقي قدامه حبه ميه بسيطه وبينزل يشرب منها، ومن تعبه بينام وبينسى الكشاف مفتوح، وبيطلع الصبح وبيكون الكشاف حجارته خلصت، وبيخرج من الكهف وبيروح للطرود اللي جمعها وبيفتحها على امل انه يلاقي فيها اكل او شرب او حاجه تفيده ويقدر يستخدمها، وبيلاقي في الطرود شرايط فيديو وهديه ملفوفه عباره عن كره يد وجزمه تزحلق على الجليد، وبيجي لاخر طرد وبيقرر انه يسيبه زي ما هو من غير ما يتفتح، وبيقدر انه يستغل الحاجات اللي لقاها في تسهيل حياته، وبيلف حبل الجزمه على الجرح وبيستخدم حرفها لفتح جوز الهند، وبيحاول انه يصطاد الاسماك، وبيفضل يوم كامل يحاول انه يولع نار وبيفشل، وبيجرح ايده بالغلط وبيتعصب على الحاجات اللي حواليه، وبيمسك كره اليد يرميها بعيد، وبيغسل ايده في البحر وبيلفها بقماشه، وبعد ما بيهدى بيبص للكره اللي جنبه بيلاقي انه ايده عملت شكل وش على الكوره، وبيعمل لها عين وبق ومناخير كانها وش انسان، وبيحطها قدامه وبيكلمها على اساس انها واحد صاحبه، وبيقول له انه بيحاول يولع نار، وبينجح تشاك لاول مره انه يولع النار في القش، وبيكون مبسوط جدا وبيقدر انه يزود النار ويولع في الخشب، وبيفضل يرقص حوالين النار من شده سعادته، وبيشوي كابوريا على النار وبيقعد ياكلها هو وصديقه الكوره اللي اطلق عليه اسم ويلسون، وبيحس تشاك بألم شديد في ضرسه لكنه بيكمل اكل برضه، وبيشرح تشاك لويلسون ان الطياره كانت مسافره في مسار معين وبسبب قوه الرياح والجو انحرفت تماما عن مسارها وما لحقوش يبلغوا برج المراقبه باللي حصل، فمحدش عارف احنا فين واحتمال محدش يلاقينا ابدا، وبيزيد ألم ضرس تشاك بطريقه مؤلمه جدا لدرجه بتمنعه من قدرته على الاكل، وبيقول لويلسون ان كان يتمنى
لو كان بقى دكتور أسنان كان ساعتها هيقدر يساعده ويخلع له درسه، وبيضطر انه يخلع درسه بسن جزمة التزلج عشان يتخلص منه، وبيطير درسه وبيغمى عليه من شدة الألم، وبيفضل تشاك على الجزيرة. وبتعدي 4 سنين وبيكون شكل تشاك اتغير تماما، ومهارته في الصيد هي كمان اتغيرت، وبقى يصطاد بكل سهولة وتأقلم على حياته في الكهف وعلى الجزيرة. وفي يوم بيلاقي في باب من كابينة موجود على الجزيرة وبياخده، وبيفكر انه ممكن يعملوا شراع لمركب، وبيكون ويلسون لسه معاه وبياخد رأيه ان الباب ده ممكن يساعدهم، وبيكسر في النخل اللي حواليه عن طريق سن جزمة التزلج، وبيبدأ في تصميم المركب بتاعه، وبقى قادر انه يحسب الشهور اللي فيها مد وجزر ورياح قوية عشان يختار افضل وقت للابحار فيه بمركبه. وبيرجع الكهف بتاعه مع ويلسون وبيقول له ان مفيش اي اختيار قدامه الا ان فكرة المركب بتاعه ينجح، وانه مش عايز يموت على جزيرة لوحده وهو بيكلم كرة طايرة. وبيتعصب وبيضرب ويلسون وبيطرده بره الكهف، وما بيقدرش انه يقعد من غيره، وبيطلع يدور عليه وبيفضل ينادي عليه لحد ما بيلاقيه وبيعتذر له وبيقول له انه غلطان، وانه مش هيعامله بالطريقة دي تاني، وانه محتاجه معاه في عملية الابحار بتاعته. وبيجي تاني يوم وبيجهز تشاك المركب بتاعه، وبيكون لسه محتفظ بصندوق البريد اللي رفض انه يفتحه، لانه كان بيمثله الامل في رجوعه لبيته، وانه ممكن يقدر في يوم يوصل الطرد لوجهته. وبيستنى لحد ما الرياح تيجي في نفس اتجاه ابحاره، وبيكتب على الصخور انه قضى على الجزيره 1500 يوم، وانه قرر يهرب من الجزيره، وانه بيحب كيلي. وبيبدا التجديف بالمركب بتاعه ومعاه صديقه العزيز ويلسون، وبيحاول انه يعدي الموج لحد ما بتيجي موجة عالية، وبيرفع تشاك باب الكابينة وبيستخدمها كأنها شراع عشان يساعدوا الهواء انه يعدي الموجة الكبيرة. وبينجح تشاك وويلسون سوا انهم يعدوا الموجة سوا، وبيكمل ابحار وبيشوف الجزيرة وهي بتختفي من قدامه، وبيكون مجهز جوز هند عشان يحتفظ بمية المطر عشان يشربه على مدار الوقت. وبيقضي ايام في البحر وبيشوف سرب حيتان معدي جنبه، وبينزل يصطاد اكله من البحر، وبيشد الجو جامد وبتزيد العاصفة عليه لدرجة انها بتخلع شراع المركب اللي هو باب الكابينة، وبيحاول انه يتمسك بالمركب على قد ما يقدر، وبتهدى العاصفة وبينام تشاك. وبيصحى تشاك وما بيلاقيش صديقه ويلسون جنبه، وبيفضل ينادي عليه لحد ما بيلاقيه بعيد عن المركب، وبينزل في البحر وبيحاول انه يوصل له، لكنه بيخاف ان المركب يبعد عنه وما بيقدرش انه يرجع له تاني، وبيفضل يصرخ وينادي عليه وهو في قمة الحزن. وبيشوف تشاك صديق ويلسون وهو بيبعد عنه، وبيودعه تشاك وبيتأسف له انه مش قادر ينقذه، وبيفضل نايم على مركبه وبيعيط انه ما قدرش ينقذ صديقه، وبيفضل نايم لحد ما بيلاقي ان في سفينة معدية من جنبه. وبنروح لكيلي اللي بيجي لها تليفون، وبتعرف ان جوزها تشاك لسه عايش، وبيغمى عليها من الصدمة. وبتعدي 4 شهور وبيكون تشاك رجع لشكله الطبيعي، وبيكون مع ستان صديقه في الطيارة وهم راجعين منفس مدينته، وبيقول له ستان ان كيلي كانت مضطرة انها تنساك وتعيش حياتها، وانهم عملوا له جنازة وقبر ودفنوه، وكل واحد من معارفه حط حاجة خاصة بتشاك في القبر ده. وبيقول تشاك لستان انه حزين لوفاة مرات ستان هي كمان بسبب الكانسر، وانه اسف لانه ما كانش جنبه لحظة وفاتها. وبيوصل تشاك المطار وبيلاقي احتفالات عاملاها شركة فيديكس بمناسبة رجوعه، وبيكون تشاك مستني انه يشوف مراته كيلي وسط كل الموجودين، لكن بيجي له واحد وبيقول له انه زوج كيلي، وانها بتعتذر لانها مش قادرة تشوفه، وان اللي حصل صعب عليها، وانها بتحاول تفوق من الصدمة اللي هي فيها، وبيسيبه ويمشي. وبيبص تشاك من الشباك وبيشوف مراته وهي منهارة من العياط، وانها مش عارفة تتصرف في الموقف اللي هي فيه، وبتركب عربية جوزها وبتمشي. وبيتعمل تشاك حفلة بسيطة في اوضة الفندق بتاعته من كل زمايله في الشغل، وبيرحبوا برجوعه ليهم. وبتنتهي الحفلة، وبيبص تشاك لكمية الأكل اللي قدامه وللولاعة اللي بتولع نار بكل سهولة. وبيجي الليل وبيفضل باصص للساعة بتاعت كيلي اللي فيها صورتها، وبيقرر انه يروح لها بيتها، وبيركب تاكسي ويوصل لها، وبيفضل واقف قدام البيت متردد انه يخبط. وقبل ما بيضرب الجرس بتفتح له كيلي، وبتقوله انها ما نامتش وسمعت صوت التاكسي اللي هو جاي فيه، وبتدخله بيتها وبتاخده فورا بالحضن. وبيدخل بيتها وبيشوف صور بنتها، وبيعرف انها اتجوزت وخلفت، وبيسألها عن رسالة الدكتوراه بتاعتها، وبتقول له كيلي ان بعد تحطم الطيارة بتاعته كل حاجة في حياتها وقفت، لكنها ناوية تكملها قريب جدا. وبيقول لها تشاك انه جاي لها مخصوص عشان يديها الساعة بتاعتها، وانه احتفظ بالصورة معاه. وبيلاقي في ورق كتير على السفرة، وبتقول له كيلي ان ده الورق الخاص ببحثها عن مكان سقوط الطيارة من لحظة اختفائه، وبتوريه له خريطة فيها سير الطيارة ومكان تحطمها ومكان جزيرته ومكان ما السفينة لقيته، وانه فضل على مركبه مسافة 500 ميل لحد ما السفينة انقذته. وبتاخده للجراج بتاعها، وبتوريه انها ما قدرتش تبيع العربية بتاعتهم وفضلت محتفظة بيها بسبب الذكريات اللي كانت بينهم مع العربية دي، وبيطلب منها انه يسوق العربية، وبيتأسف لها انه اتأخر عليها جدا. وبياخد العربية وبيمشي، وبتجري كيلي ورا العربية وبتناديله وبتحضنه وبتقوله انها كانت متأكدة انه عايش،
وانها لسه بتحبه لانه حب حياتها وما قدرتش تنساه ابدا، وبيركبها مع العربية عشان ما تفضلش واقفة في المطرة، وبيقول لها انها لازم ترجع لبيتها ولعيلتها، وبيودعها وبيروح لصديقه ستان وبيحكي له عن ايامه في الجزيرة، وانه في مرة ضعف وقرر انه ينتحر ويشنق نفسه وطلع على جذع شجرة عالية ولف الحبل على رقبته، لكن الجذع اتكسر وما قدرش انه يموت نفسه، وساعتها حس ان ميعاده لسه ما قربش وانه لازم يعيش ويكافح اكتر لانه كان واثق ان كيلي مستنياه. ودلوقتي هو مش ندمان على وقته اللي قضاه في الجزيرة، لأن على الأقل كيلي كانت معاه في كل لحظة، وإنه ناوي ما يضيعش وقت تاني ويستغل وقته كويس، وبيقرر إنه يوصل الطرد اللي معاه لصاحبه وللعنوان المكتوب عليه، وبيوصل للعنوان وما بيلاقيش حد في البيت، وبيسيب الطرد المقفول على باب البيت وبيكتب رسالة إن الطرد ده هو اللي أنقذه لأنه كان بيديله الأمل في الحياة وإنه هيجي يوم ويقدر يوصله لصاحبه، وبيسيب الطرد والجواب على الباب وبيمشي، وبيقف في مفترق طرق وبيقابل واحدة بتقوله إنه شكله تايه، وبتقوله إن كل اتجاه في المفترق هيوديه لمكان مختلف، وبتقوله وجهة كل طريق فيهم، وبتسيبه وبيشوف على عربيتها نفس العلامة اللي على الطرد، وبيعرف إنها صاحبة الطرد، وبيقف تشاك في مفترق الطرق عشان يقرر هياخد أنهي طريق فيهم عشان يكمل طريقه بعد تسليم الطرد الوحيد اللي اتبقى بعد ما الطيارة وقعت. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه. سلام.